أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري أن فريقه يسعى للاستفادة من مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل لأقصى درجة. وأشار شوقي في تصريحات لإذاعة ميجا اف ام يوم الأحد إلى أن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي تحدث مع مسؤولي القلعة الحمراء لوضع ترتيبات خاصة لهذه المواجهة واستغلالها تسويقيا بأقصى ما يمكن لأن ريال مدريد فريق عالمي، وأوضح أن هناك ثقة تامة في لاعبي الفريق، مؤكدا أن لقاء سياتل ساوندرز الأمريكي أمس السبت لم تكن سهلة لأن المنافس يملك قوة بدنية كبيرة. وأعرب شوقي عن حزن مكونات الأهلي المصري لخروج فريق الوداد الرياضي من المونديال بخسارة أمام الهلال السعودي بالركلات الترجيحية، موضحا أن الجماهير المغربية كانت متعاطفة وبشدة مع الأهلي وتساند الفريق بقوة بجانب الجماهير المصرية في المغرب.